أخبار مش سعيدة. أخبار مش سعيدة جينا للأسف المرة هذية من منطقة الفج في معتمدية بنزرة الجنوبية، وللأسف جريمة متاع قتل نهار لحد الموافق 28 جان في 2024. والحقيقة الفاجعة فاجعتين، على خاطر جريمة القتل، لكن زادة وقت اللي تشوف شكون الضحية وشكون القاتل اللي هما أشقاء لا حول ولا قوة إلا بالله. متمثلة في نشوب خصومة بين هزوز أشقاء هذوما، النزاع على قطعة أرض استعمل فيهم واحد منهم سكين وسدد الشقيق وطعنة كانت كافية باش السيد هذا يتوفى إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. وأضاف شاهد عيان المراسلنا ديونا فام أنه ضحية هو أب لثلاثة أبناء، ومعنا مراسل ديونا فام بالجهة بدر الدين عرعار مباشرة من بنزرت. بدر الدين صباح النور. صباح الخير يا جعفر، تحية ليك، تحية للزميلات والزملاء الحضور، وتحية ليكم من بنزرت، وإن شاء الله يومكم سعيد يا جعفر. ولو أنه مش وقته والأخبار فاجعة، إن شاء الله مبروك أنت الساعة التتويج، إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى يا باهي، وإن شاء الله ربي يحفظك. ربي يفضلك يا جعفر، والله فرحتوني برشا وعجبتني التحية اللي جات من عندكم، وأنا أنا فخور باللي قدمتهولي وإن شاء الله نقدمه. خيان خيان، أنت إنسان تخدم على روحك ومحلاك ومحلى أخلاقك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى، إن شاء الله يا ربي. نمشيو مباشرة تويكا للأخبار، الفج جريمة قتل. أي نعم يا جعفر، كما كنت تحكي بعد زميلتنا كونه الخبر هذا جينا من منطقة الفجة من وين برج طالب تحديد المعتمدية بنزرة الجنوبية، جريمة قتل بشعة. وين تكمن البشاعة يا جعفر؟ البشاعة تكمن كونه الضحية والجاني هم من نفس الدم، هم أخوة، هم زوز أخوات، الأخوات متزوجين، واحد للقاتل عند أب لزوز أبناء، والضحية أب لثلاثة أبناء. تبدل الخلاف يا جعفر، تبدل الخلاف بيخليك تتأسف وتغضب على نزاع عقاري، نزاع على قطعة أرض صغيرة، وحسب شهود عيان يا جعفر وأنا سألت وتحريت كونه مشكوك في ملكية أهلية من الزوز، يعني تتعارك وهي راي الخصومات، قال لي مش منهارتها راي كوميول، معنى عديد الخصومات صار تقبل بينه وبين أخوه للثورة نهار الستة العشية، حكيت الستة بتاع العشية صارت خصومة كبيرة وين لاخر الستة من سكين وسد بتاعنا الخوه، رغم عنها محاولة إسعاف ونقله مستشفى الجامعة إلى حبيب وقتل بنزرت إلى أنه فارق الحياة. والقضاء القاتل كذلك كانت حصن بالفيران بعد أرقام بالاعتداء هذا، كانت حصن بالفيران. تم أشعار وحدات الحرس الوطني، وحدة الحرس الوطني اللي أعلمت نيابة العمومية، ونيابة العمومية كانت معناها طالبت بإيداع الجثة في التشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، كذلك كانت أعطت معناها إنابة عدلية للأفحاص العدلية للحرس الوطني اللي قامت، وخلينا نقول قامت بعمل جبار لوحدة الحرس الوطني ليلة كاملة هم يدوجوا عليه في حدود الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، تم إلقاء القبض عليه وجاري تو البحث معاه، معناها باش يتم تقديمه يا اليوم يا غدا للنيابة العمومية لابداء الرهن في عشانه. ونعرفوا لكونه النيابة العمومية كانت قامت بالاحتفاظ به من اجل القتل العام. ابدشي شوية ندم، هو كان فما معلومات ندمشي شوية على عمله. شو نقول لك، هو ربما نادم فما صدمة، شفنا قال الحصمة، شفت الحصمة المعلومات اللي عندي نادي فما صدمة. اليوم ندم عليش على أخوه اللي قتلوا قبل ثلاثة أبناء، اليوم ندم عليش على هو قتلوا قبل زوز أبناء باش يخلي مرته وزوز أخشاش، اليوم ندم عليش هالعقار اللي مازال معناه ما ثبتش ملكيته، يا الزرع بتاعك مش بتاعك، بتاع أخوك مش بتاع أخوك، بتاعك أنت مش بتاعك أنت، اللي على جيله معناها توصل معناها تقتل أخوك، اللي على جيله معناها توصل معناها ستة عائلة يا جعفر. أنا حتى حكيت مع بعض الأطراف من اللي هما راهم عارفين عائلة كبيرة وعرش كتير موجود في المنطقة هذيك، معناها الناس كل تسكن بحضة بعضها، يا ترى كيفش بشكون بعد المعاملة بين بعضها، يا ترى اليوم ثلاثة أولاد هدوم أولاد عم وزوز أولاد أولاد عم مش وليوا خمسة، معناها خمسة مش كيفش بشكبروا مع بعضهم، كيفش بيغضلوا لبعضهم، يقولوا هذاك انت قتلت بابا، ويقولوا هذاك معناها هي مأساة تماما عند كلمة يزعم. وعلاش قلت لك أنا نعرفوا اللي كونوا في القضايا، فما قضايا وجرائم قتل تستعمل فيها الأسلحة، طريقة الاعتداء، هذه الكل تقولوا بشعة، أنا لكن البشعة بتكون أكثر كيكون القاتل الجاني والضحية من نفس الدم يا زعفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، شكرا يعطيك الصحة الحقيقة. مش نرمانة. الحقيقة نحب نقول برشا كلام راهو. نحب نقول برشا كلام برشا كلام برشا كلام، الله يرحمه هو اللي توفى. الله يرحمه. والله يرحمه زاد اللي مشي يمشي للحبس. ترك كل واحد مات بطريقة وي. كل واحد مشي لغاياه. هذوما اخوات نفس الدم نفس الحم.
خيط على الدنيا، خيط على الدنيا، خوات خوات نفس اللحم، هبطوا من نفس الكرش، فهمني ولا على وسخ دار الدنيا على شبر التراب. ومرة ممكن مش حتى على شبر التراب يتعاركوا، ولدك عمل للولدي، ومرة مش حتى على ولدك عمل للولدي، شبه مرتك حقرت مرتي، ولا ما هزتش فيها العين، ولا رخدت فيها العين، ولا مش على هذا، شبيك ما كلمتنيش، الله الأعاد نكلمك إلى يوم الدين. الموت تكركر، أنا عرق وأنا مشاكل، خوك لحمك ودمك، الدور 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 الدور، وترجع القلب الرحاء. الحقيقة ما نعممش، أما ما عادش أخوات، ما عادش أخوات تحن، ما عادش أخوات تسخف. ثم ناس والله عندي قصص وروايات، البو واللم توفي ووصاوا الطفل على أخواته، عمل فيهم ما عمل، هو وصية المرحومة والمرحوم يتم. ثم أخواتك لا ورزق أخواتهم وعينهم حية، لا يخافوا ربي لا يخافوا العبد ما يخافوا شيء. شنو العالم اللي ولينا عايشين فيه؟ اللوموا على الدولة واللوموا على العالم واللوموا على الصهيونية المتغلغلة فيها. يا ولدي دي عندنا ناس ما يخافوش ربي في وسطنا، لحم ودم، تقول سبحان الله. ما عادش تلوم على البراني، أنا ديما نقول الغدرة 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 منين تجيك؟ تجيك من أقرب الناس ليك. براني ما تلومش عليه خاطر كان عمل معك الخايب، ما تعرفوش. أما قريبك لحمك ودمك، عشيرك، مرتك، راجلك، ولدك. معناتها نصور قلت البارح يا رسول الله في احدى المناطق في تونس في برنامج يستحق، باش تشوفوا وضعيه ام قد ما جابت تطيش، مش طفل، مش اثنين، مش ثلاثه، مش اربعه، مش خمسه، كلهم حيين، مش سته، اكثر، مش سبعة، لطف يا ثمانية، لطف يا ربي، ثمانية ملوحينها، ثمانية لطف. حتى كمش دخنة، دخنة عمرها تقريبا 100 سنة، حول الله، لطيف. دخنة، قلكم حاجة، نسخيبها مريضة بالزهايمر. أنا قلت لها شنية سميهم، خلنا عيط لهم أنا يا حاج. قلت لي نسيت، قلت لها شنية نسيت، لحظة حاجة، لحظة، سمي لي جيرانك هذوما اللي يجيبولها في المقارونة في الخبز. قلت لي هذا فلان وهذا فلان، مش نبكي، وهذه فلانة وهذه فلانة يرحم والداها، وهذا فلان يجيب لي في الخبز وكذا فني ولا، وهذا فلان يمد لي في دوايا. سميت لي جي 10. رجعت لها، وولادك شنية سميهم يا حاجة اللي جبتيه من صلبك؟ نسيتهم. تقول لي تنسيت، مش نسيت شيء، شيء شيء يوجع القلب يا ولخ. توا يا خويا الله يجيرنا والله يحفظنا. أمين. بربي يا مواطنين يا اللي تسمعوا فينا، خلينا نعملوا حاجه تصلح، ادخلوا بالحسنه. الناس راهي تتكبر في النفوس. صحيح. خوك بيه، خوك عليه، 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 يدخل الكوجينه طول. نهديو، ما نكبروش النفوس يا رسول الله. ادخلي بالحسنة بين راجلك وخواته، علاش تدمري عيلة؟ ولحظة ملاحظة أخرى، راهي الزوجة كي تجي للدار أمك تاش فوق الراس، أما الزوجة كي تجي في الدار ماهيش خديمة، ماهيش تغسل الساقين وتبوس كذا صبابت. زوجتك موصي عليها الدين، اعدل. هذه رأيي أنا، أمك تاش فوق الراس، أما الزوجة زادت تاخو حقها. شنو في إطار أمي 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 أمي؟ أنا حكيك، أنا ماك تعرف قضية الأم، ما أما الزوجة حقها تاخو حقها وبزيد، لأنه هي زادة مرأة ومن حقها مش مزيد. إن شاء الله ربي يرحم الزوج، إن شاء الله ربي يرحمه. طرف ليه جعفر في الدبا اللي نعملوه، ولا كرنا مرة نعملوا الدبا على الحكاية هذه، على عرك الإخوات مع بعضهم. اليوم موضوع الدبا هي اليوم الموضوع هو العيلة. برفي، الحمد لله. امريكا كنا نطرح الموضوع غدوه ان شاء الله. العيله، والله العيله جراف. تعرف اكبر دمار في اكبر دمار في الشعوب، نعطيكم بالمناطق، انا باش نسمي مناطق متحمس وليدي، ثم مناطق مازالوا يمنوا بالروابط الاسريه، صله الرحم، صله الرحم. نعطيك اقوى منطقه في تونس ونتحمل مسؤوليتي، المطاوه. المطوي يا رفع
يا رافع يا رافع يا رافع، عاملين كوميتا في باب الخضرة المطاوة، عاملين كوميتا في باب الخضرة. يا ربي نتمنى نموذج في كل قرية وفي كل دشرة وفي كل ولاية اللي يعملوا فيه المطاوة، عاملين كوميتا. اللي يتوفى ما عندوش يهزوه، واللي باش يعرس وما عندوش يعرسوله، واللي جاي اتيديون باش يقرا وعندوش وين يسكن. انا عشت وشفتهم كيفاش ملا كوميتا وملا نموذج انساني مجتمعي. الحفاظ على الاسره يؤدي مباشره الحفاظ على الدوله، ويؤدي مباشره الى نقص الجريمه. بيان سور بالطبيعه هذاك الاحتواء اجى لهنا. انت ولد فلان، انت ولد فلان، انت ولد فلان. ان شاء الله ربي يجري على امين يا رب. نعملوا فاصل ثم نواصل.